من جوف الأرض يرتفع نداء الحق، آية فريدة لا تراها إلا في جامع الموحدين بالبيض، جامع مشيد بهندسة فريدة. نحن هنا في هذا المكان فوق المسجد الموحدين الذي هو تحت الأرض، الذي شيد بطريقة إبداعية أدهشت حتى بعض المهندسين من داخل الوطن وحتى خارجه، يتكون من بهو للصلاة ومحراب وغرفة للعبادة، بالإضافة إلى مكان مخصص لتحفيظ القرآن الكريم وإلى عرسات وأماكن للتهوية. الجامع شيد زمن الاستعمار فكان ملجأ للمجاهدين وموئلا لطلاب العلم، إذ خرج منه ثوار وعلماء. هذا المسجد مسجد زاوية الموحدين، والذي أسس من طرف الشيخ سيدي الحاج محمد بن بحوص حوالي سنة 1930. هذا المسجد العامر تخرج منه ثلة من العلماء والأئمة والمدرسين، والذين انتشروا في مختلف ربوع الوطن، سواء من الشرق والغرب وكذلك من الشمال والجنوب. لا يزال هذا الدور قائما في هذا المسجد حتى في هذا الظرف العصيب، لا زال تدرس القرآن الكريم. 45 توجد بزاوية الموحدين، 375 نفس ما بين الطلبة والمحتاجين، وخرجوا علماء الحمد لله هنايا. واليوم يأتي جامع الموحدين زوار من مختلف المناطق، تحملهم لهفة تصنعها الأخبار المنقولة عن فرادته كجامع يسبح لله من جوف الأرض. جيت زار الزاوية تاع الموحدين، حكاوا لي من قبل، قالوا لي باللي كاين مسجد تحت الأرض وزاوية، وعجبتني كي جيت هنايا، عجبتني المسجد والهيكل، الناس مازال شاده في التراث هذا، وعجبتني هذا كيما نقولوا، الناس مازال كيما نقولوا شاده في القران والاخر في تلاوه القران وفي صوالح كيما هكا. جامع الموحدين الشاهد على عبقريه الجزائريين وتضحيتهم في سبيل الحفاظ على هويتهم ونضالهم في سبيل وطنهم.